نصيحة النهاردة موجهة للرجال فقط، لما نيجي نحلق دقننا ياريت نستعمل الشفرات اللي فيها موس واحد فقط. الحقيقة الشفرات اللي فيها أكتر من موس اثنين وثلاثة وأربعة وفيه خمسة كمان، الكتر العدد فيهم ده مش حاجة مفيدة للبشرة خالص، بالعكس ده بيزيد الالتهابات وبيزيد من الانفكشنز اللي ممكن تحصل في الجلد في المنطقة اللي احنا بنحلقها.